هكذا بدا المشهد في صبيحة يوم شتوي بارد في مخيم الوعرة الواقع شرق الخوخة. خيام مهترئة مبنية من القش والخشب، تحيط بها أكوام الرمال من كل جانب. حسن نموذج من نماذج المأساة التي خلفتها الحرب، نزح مع أسرته قبل 5 سنوات، واستقرت به رحلة النزوح هنا، حيث لا مأوى ولا سكن، إلا من خيمة تحيط بها الرمال من كل اتجاه. نعاني من شدة من الرمال، ما لا تعرف نطبخ ولا نعرف نأكل ولا نعرف نناوي حتى من الرمال، شدة الرمال علينا. أيام الريح كما تقول عندنا، لأنهم لا يعرفوا يأكلوا ولا يعرفوا يمشوا ولا يعرفوا يبوا أي حاجة. نعاني منه، لا جابوا لنا، لا حولوا الناس، كان حولوا المهنة، كانت 5 6 صار من ذا المكان من الريح، بسبب الريح هذا الذي تكسران خيمهم وتبهذلوا بهذلوا وحولوا في مكان أخرى. وذا الآن الباقيين اللي عادوا يعانوا من شدة الريح، لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يعرفوا، حتى الصباح من الصباح إلى المغرب معهم وجبة واحدة. يا الله من الصباح يا أبو وجبة. الوحدة التنفيذية لإدارة شؤون النازحين بمحافظة الحديدة بدورها قالت إن مشكلة تكدس الرمال في المخيم نتيجة طبيعية كون الأرض غير صالحة للبناء، والخطأ من البداية في اختيار الموقع، لتترك بذلك تساؤلا عند شريحة واسعة من المجتمع: كيف سمحت السلطات المعنية للمنظمة ببناء المخيم في موقع غير صالح للبناء أصلا؟ بالنسبة لموضوع مخيم النازحين مخيم الوعرة ألف، طبعا نعاني نحن اللوحة التنفيذية ويعاني النازحين من مشكلة الرمال المتحركة والتي تأتي في موسم الرياح وبصورة مستمرة. نحن نحاول الآن مع منظمة الدي آر سي، هي المنسق الإنساني في المخيم، ونحاول عن بحث أرض ونقل بقية النازحين من هذا المكان. كون اختيار الموقع من بدايته كان خطأ، كون المنطقة مكتظة بالرمال ومنطقة تعتبر شبه صحراوية. يفتقر هذا المخيم كغيره من المخيمات إلى عدم وجود الرعاية الصحية والتعليمية وتكدس الرمال وزحفها على الخيام، لتسبب بذلك ضررا على النازح وأسرته. وأمام هذا الواقع الصعب الذي يعيشه النازحون في هذه الخيام، ثمة مطالبات للجهات المعنية بسرعة نقلهم إلى مكان آخر أو العمل على رفع الرمال المتكدسة كليا وإنهاء هذه المعاناة. هذه الخيام المهترئة تشرح معاناة الناس هنا في ظل غياب دور السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية عن القيام بواجبها في خدمة النازح والمشرد. لبرنامج أضواء سهيل، جمال المحرقي، محافظة الحديدة.